فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم مس المرأة باليد، ولكن يقول ما حكم إذا مس المرأة بيده ولكن هناك حائل من ملابس وغيرها؟ إذا كان من وراء حائل ما ينقض الوضوء. إذا المقصود إذا مسها مباشرة بشهوة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.